المركز الأول، الشيباني واثق من الفوز، ومالك زعيم حاضر، سلطان بن حامد بن سعود العتيبي، ما بين زعيم وما بين رمح الشلف في هذه المنافسة، في لون الشعل، في القعدان الدق اللي يبي الفوز، حاضر في هذا اليوم زعيم ولا رمح الشلف؟ سلطان، ألف مبروك المالك رمح الشلف، سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني هو محقق الأماني في هذا الشوط، مالك رمح الشلف سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني يتلقى الثانية من مالك زعيم، سلطان بن حامد بن سعود العتيبي. سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني برمح الشلف، حاضر القعود اللي بات لي أبوه خزام الشعل بعير الأمير تركي بن محمد الكبير، وهو مشترى يحضر بالبطاقة التعريفية وبرقم مشارك 7539، يتواجد الآن في ميدان العرض ويحضر سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني الذي حضر لنا هذا القعود وتواجد في ميدان العرض مع هذه المنافسة ومع هذا التحدي. هذا هو رمح الشلف في ميدان العرض لسعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني. سعود بن محسن بن عبد العزيز بن مجلة الشيباني حضرنا برمح الشلف قعود غني عن التعريف، ذكرني بيت سفر الدغيل بيقول لا لقيت الراس الأدلخ على الوسر الرقاق مع ترفاع نحورها طول غارب ورقبة. حضرنا الزين، حضرنا النوادر، وهذا من أسميها إعصار الشعل القادم، رجل قادم في شلفه ولي العهد في الشعل، وحضرنا القعود المتكامل، والقعود هذا العام ماخذ الأول في القعدان، والسنة هذه من القعدان المرشحة أبوه خزام بعير تركي بن محمد، شاريها صاحب النظر متعب بن ماجد بن حسين من جاسر الصفق، وهو على خزام الجافل، على بعير علي عميش الحريص، على عليان على غافلان الهرش، والقعود هذا من القعدان المرشحة من النوادر. حضرنا الزين، حضرنا الحلا، وحضرنا التكامل، وأقول يا ابن مجلة حضرت النادر وله غريب عليك، أنتم هل النوادر وأنتم منبع الزين، وأنتم اللي لا من جيتوا للميادين دائم تحضرون الزين وتحضرون الحلا والتكامل. سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني الحاضر في هذا اليوم مع هذا القعود الذي يعرض أمامكم ويستعرض في ميدان العرض، هذا القعود اللي البات لأبو خزام الشعل بعير الأمير تركي بن محمد الكبير، وهو مشترى يحضر شوط ما بين تلاد، وكذلك مشترى في هذا الشوط في شوط الشعل ومنافسات الشعل. متابعينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، سعود بن محسن بن عبد العزيز الشيباني الحاضر في هذا اليوم والمتواجد برقم مشارك 7539، استعرض أمام أعضاء لجنة التحكيم بهذا الحضور وبهذه المنافسة في هذا اليوم وبهذه المشاركة ليودع ميدان العرض بعد هذه المشاركة وبعد هذا الحضور وبعد هذا التواجد.